العبث في اختيار قائمة المنتخب المصري. حسام حسن أعلن اختيار 27 لاعب في تشكيلة المنتخب المصري، تمام؟ ده المعسكر اللي هيبتدي، أو دي التشكيلة اللي هو اختارها. طيب ماشي، عندك بقى في علامات استفهام كده على لعيبة ما تمش اختيارها أصلا، يعني واحد زي عمر كمال عبد الواحد ده. السبب الوحيد يعني اللي يخلي حسام حسن ما ياخدش عمر كمال عبد الواحد هو إن هو واكل ورثه مثلا، أو في طار بينه وبينه، يعني حسام حسن وعمر كمال عبد الواحد ما بيحبوش بعض، في حاجة الولد عملها. لكن كفنيا معلش، في لعيبه انت واخدها يعني لا تصلح اصلا انها تلعب كوره، مش تلعب في المنتخب، تمام؟ تاني حاجه برضو، واحد زي عمر جابر، تمام؟ عمر جابر مقدم سيزون مع الزمالك بما يرضي الله، بغض النظر يعني عن مستوى نادي الزمالك، لكن انا بتكلم على مستوى اللاعب نفسه، موسم من افضل مواسم عمر جابر، فازاي اصلا ما يتمش اختياره في قائمه المنتخب الوطني؟ نيجي حاجه تانيه بقى، خط الهجوم، واحد زي حسام اشرف لاعب بلديه المحله، تمام؟ واحد من ترتيبه الثالث في هدافين الدوري، جايب 14 هدف، ازاي ما انتش واخده واخد واحد، مع احترامي طبعا لاسامه فيصل، تمام؟ جايب 7 جوان تقريبا، من ضمنهم جون في ضربه جزاء في 25 ماتش لعبهم، اشترك مع المنتخب الاولمبي. انا يعني بصراحه الحاجه الوحيده اللي كنت انا بشوفها اسامه فيصل بيعملها كان بينزل بس ضغط في نص الملعب. بس الكرة لو اتقطعت منك بينزل يستخلص الكرة، بينزل يستلم الكرة، بينزل تحت خط ال 18، بره ال 18 بينزل لحد خط النص، ده اللي هو بيعمله. لكن كهداف كشرب على المرمى انا شايف ان حسام اشرف اقوى منه، تمام؟ حاجة تانية، مين الشامي؟ مع احترامي ليه طبعا، لاعب كل اي واحد بيذكر اسمه في اي فيديو ليه ليه كامل احترامه وتقديره، تمام؟ انا بتكلم فنيا كورة، ان انت تسيب واحد مثلا زي حسين الشحات، حسين الشحات اعلى معدل صناعة اهداف في الدوري المصري الموسم ده، ازاي ما تاخدوش اصلا؟ ازاي ما تضموش؟ ازاي يبقى عندك واحد زي حسين الشحات بره، وواخد معاه احترامي طبعا لمصطفى فتحي، تمام؟ لاعب كبير، لاعب عنده خبرات، لاعب حريف كوره، بس على المستوى الفني السنه دي حسين الشحات مؤثر عنه. ازاي تاخد مصطفى فتحي وما تاخدش حسين الشحات، وواخد الشامي؟ هو الشامي ده يعني معلش انا صراحه، انا الشامي ده انا ما شفتوش داخل منتخب مصر غير مع كابتن حسام حسن اول ما جه تقريبا، بقى عشان كان بيمرنه في سواء في المصري، لما مثلا الولد كان بيلعب في الاسماعيلي، بس ملهاش يعني ما فيهاش ان انت تسيب لاعب زي حسين الشحات وتاخد مكانه واحد زي احمد الشامي مثلا او محمد الشامي ايا كان يعني، تمام؟ فبصراحه في عبث بيحصل في قائمه المنتخب، وده اللي احنا يعني في خلاف وجدل كبير جدا على كل قائمه، تمام؟ كل قائمه بيتم فيها اختيار كابتن حسام حسن للعيبه، في لعيبه يعني انت ايه يعني مين دول؟ انت فاهم حاجه؟ يعني مين دول اصلا؟ المشجعين، الجماهير بتاعت الانديه بتاعتهم ما يعني ما يسمعوش عن، ما يعرفهمش، ما لهمش بصمه في الملعب، ما لهمش تاثير في الملعب، ما لهمش تاثير مع الفرق بتاعتهم. فانا مش عارف بصراحه، يعني واحد حسام اشرف عليه سبوت، مع عمر كمال عبد الواحد عليه سبوت، حسين الشحات عليه سبوت، لكن في النهايه يعني بنتمنى طبعا التوفيق للعيبه اللي تم اختيارها، بنتمنى التوفيق لكابتن حسام حسن، بنتمنى التوفيق في الاول في الاخر للمنتخب المصري، عشان خاطر يشرفنا، عشان خاطر يرجع يسيطر تاني على افريقيا، عشان خاطر ما ينفعش كده يا جماعه، احنا المنتخب المصري، احنا المنتخب المصري، احنا مصر يا جدعان.